هيا نكتشف عالم كيوتيل. قبل 3 سنوات فقط، كانت كيوتيل مجرد شركة محلية لتوفير خدمات الاتصالات في قطر. ثم انطلقت من المحلية إلى العالمية عاقدة شراكات جعلتها ذات حضور فاعل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا. أصبحت كيوتيل جزءاً من نسيج شبكة الاتصالات الكونية، تمد العون للأفراد والشركات ليتواصلوا أينما كانوا بتقنيات اتصالات جديدة ومستحدثة. ولم يغب السوق المحلي عن بالنا، فعملنا على جعل الشركة ذات قيمة عالية للمساهمين. وكانت هذه هي البداية فقط. مرحباً في رحاب تراثنا المحلي وطموحاتنا العالمية، كيوتيل ترحب بكم. دخلت كيوتيل المسرح العالمي في عام 2005 بطرح خدمات الهاتف الجوال في سلطنة عمان تحت اسم النورس. وفي عام 2006 وقعت كيوتيل اتفاق حيازة حصة استراتيجية في نافلينك مع شركة AT&T لتوفير خدمات البيانات المدارة. وفي عام 2007 فازت كيوتيل بالاشتراك مع شركة STT تيليميديا بحيازات استراتيجية، بدأت باقتناء 25% من أسهم شركة آسيا موبايل القابضة، مسجلة بذلك حضوراً راسخاً في جنوب شرق آسيا. وشهد مارس من عام 2007 نقطة تحول كبرى في مسيرة كيوتيل بحيازة 51% من رأس مال الشركة الوطنية ومقرها الكويت مقابل 3.8 بليون دولار، فكانت وقتها أضخم صفقة اتصالات في العالم العربي. فدخلنا أسواق الكويت والجزائر وتونس والسعودية وفلسطين والمالديف. ودخلت كيوتيل أيضاً سوق الاتصالات المتنامي في العراق بالاستحواذ على حصة 30% من شركة الاتصالات آسياسيل. النمو الهائل لكيوتيل في عام 2007 تم تمويله بالكامل بقروض بنكية قدرها 5 بليون دولار دون تكبيد المساهمين ذلك العبء ودون طرح أسهم جديدة. هكذا تقف كيوتيل واثقة من حاضرها ومستبشرة بمستقبلها. لندع الأرقام تتكلم، ففي عام واحد ارتفع عدد المشتركين من 1.7 مليون إلى 16.4 مليون مشترك. ارتفعت الإيرادات الموحدة إلى 4.4 بليون ريال في عام 2006، وشهد عام 2007 زيادة فلكية بنسبة 135% لتصل الإيرادات إلى 10.4 بليون ريال. وارتفعت إيرادات كيوتيل عام 2007 قبل احتساب الضرائب والفوائد والاستهلاك بنسبة 97% لتصبح 5.2 بليون ريال. هذه قفزة عملاقة. أصبحنا مزوداً عالمياً للاتصالات، ولدينا رؤية واستراتيجية واضحة لكي تصبح كيوتيل واحدة من أكبر 20 شركة اتصالات رائدة في العالم بحلول عام 2020. وذهبت كيوتيل إلى ما هو أبعد من متطلبات سوق الدوحة للأوراق المالية فيما يتصل بحسن الإدارة والشفافية. وبادرت كبريات المصارف بتوفير التغطية لكيوتيل والشركة الوطنية HSBC، ING، سيتي بانك، كاليون، مورغان ستانلي، كريدت سويس وغيرهم كثر. وقدمت هيئة أبوظبي للأوراق المالية والسلع جائزة الشفافية والإفصاح لكيوتيل. وعززنا استراتيجيتنا بفريق من الخبراء وذوي المهارات من جميع أنحاء العالم.
وهكذا أصبحت كيوتيل واحدة من أكثر شركات الاتصالات إبداعاً وتجدداً وحاضرة بقوة في 16 بلداً. ما طرحته كيوتيل مؤخراً من خدمات موزاييك وبلاك بيري وشبكة الجيل ما بعد الجيل الثالث للهاتف الجوال والاتصالات المرئية مكرسة للارتقاء بحياة الأفراد والأنشطة التجارية في كل الدول التي تغطيها عمليات كيوتيل. وتتعاهد المجموعة بالسعي الدؤوب لطرح كل ما هو مبتكر ومتقن للارتقاء بخدمات الاتصالات والترفيه. كان عام 2007 هو عام القفزة العملاقة إلى الأمام لكيوتيل، ولكن الغد حافل بالبشارة وحسن الفأل.